In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, dear students of Al Thanawiyya Al Amma and those of Al Azhar, a new edition of your program, Al Live School, أو مدرسة على الهواء. أحبائي الطلاب, we have the pleasure to host Miss Iman, Iman Al Masri, a teacher of English at the Ministry of Education. Hi and welcome, Miss Iman. Hi, Mr. Muhammad, and hello, my dear students. Welcome the students and the parents. Hopefully, you're going to enjoy today's episode. Dear students, today Ms. Iman and I are going to study Unit 2, the second part, الجزء الثاني في الوحدة الثانية, and as you know, it is entitled, or it is the grammar part. وأكيد الجرامر بتاعنا النهاردة بيتكلم على subject verb agreement, إزاي يكون في توافق بين الفعل والفاعل اللي عندنا. لكن أنا وميس إيمان اتفقنا إن احنا نعمل warming up كده سريعا نشاطكم ونسألكم في بعض الإكسرسايز اللي احنا خدناها أصلا في الجزء اللي فات على النص بتاع الليسننج. هنشوف دلوقتي مع بعض على الشاشة بعض أسئلة choice وكمان شوية كمان find the mistake وهنشوف الحل بتاعكم شكله إزاي. أكيد we are waiting for your phone calls. طبعا عندنا رقم هزر على الشاشة ومستنين طبعا المكالمات بتاعتكو. هنشوف أول جملة مثل إيمان بتقول We are going to space the life and work of the writer Anthony Hope. احنا كنا اتفقنا على كلمة here from, هو كان اللي كمان كلمة here, here about, here to, تمام؟ يا ترى what is the right choice? Of course in this sentence the right choice is here about. Yes, here about. تمام. وطبعا ليه؟ لان هي معناها يسمع عن او يعرف عن. تمام. hear about to know. تمام. يعني اكيد احنا ناقشنا الdifference between these two words. طبعا وكل الconfigurable words كلها اتفقنا على الفروق بينها سريعا عشان كده بس ننشط ونفكر اللي هيحصل. الجمله الثانيه بتقول لي Anthony Hope is space for his adventure novels. واكدنا على كلمه adventure, ما قلناش adventurous novel ولا adventurer مثلا, لا اتفقنا النون هنا كلمه adventure هي اللي تشتغل كadjective. وعندي كمان كلمة good known, well known, wide known, و high known. فضل. طبعا well known is the best answer. Yes. Well known يعني حد معروف بشكل جيد جدا عنه شيء معين. Yes. ففي السنتنس دي well known. أكيد. أكيد طبعا كل الاختيارات عندنا هنلاحظ ان كلهم فيهم بتبقى فيه صفة وصفة كمان جنبها, ولكن الصح ان يكون عندي adverb وبعد كده adjective, يعني حال الاول زي كلمة well وبعد كده الصفة كلمة known اللي هو طبعا التصريف الثالث اللي هو بيعمل هنا كصفة. ما ينفعش اقول good known, طبعا الصح بتاعنا كلمة well known, او ممكن اقول widely known, يعني ممكن اخليها حال widely known اذا كانت كده, او highly known it can go, لكن بالمنظر ده الصح الوحيد هو كلمة well known. ثلاثة بتقول لي The Prisoner of Zenda Space in April 1894. يا ترى was published or sorry publicized ولا was published ولا published ولا publicized. أكيد طبعا عندي الـ verb was published طبعا. Yes. هي the correct one. Yes. طبعا كلمة publish يعني ينشر عمل كتابي زي الجرايد زي النوفلز, فطبعا الكلمة المناسبة هنا هي كلمة published وفي الـ passive form was published. ايوه هي واضح كده انها مبني المجهول عشان قلنا الروايه نفسها نشرت. كان ممكن مثلا ايمان نقول كمان the novel او the prisoner of Zenda came out. هنلاحظ ان came out اصلا بيبقى verb intransitive, يعني فعل لازم اصلا ما بياخدش مفعول به. came out يعني ظهرت او نشرت نفس المعنى, لكن the novel was published نشرت. كلمه publish فعل ممكن نستخدمه في الباسيف فويس, حطينا قبل منه كلمه was وبعد كده the third conjugation of the verb published. اوكي, ولاحظنا ان هي اصلا منتهى اس اتش, فلما طلعنا قلنا ايه بقى لما حطينا اي دي قلنا published. اوكي مش اي دي يعني. طيب رقم أربعة بتقول لي yes the couple Anthony and Betty Somerville space in 1903 married is married get married we have married. طبعا هنا احنا بنتكلم في الماضي فلازم ندور على فعل في الماضي. أكيد. فعل عندنا choices طبعا were married و is married, فاحنا هن exclude is married لانها ما تنفعش. get married برضو ما تنفعش لانها مضارع, وبرضو كلمة have married ما تنفعش, كل ده مضارع. فاحنا best choice او احسن اختيار هو were married اللي هي الفعل فيها في الماضي. تمام. وكمان احنا يمكن ده علاقة بدرس النهاردة اللي هي حكاية زي ما قلت subject verb agreement. احنا بنلاقي دايما يمكن مس ايمان وضحت دلوقتي قالت يمكن الفيصل في الموضوع ان انا عندي فعلا ثلاث اختيارات كلهم في البريزنت, واحده بس اللي في الباست اللي هي كلمه وير مارد. تخيل مثلا لو كلمه واز مارد موجوده وانا عندي ذا كابل, يا ترى اختار واز مارد ولا وير مارد؟ اكيد هنعرف بعد شويه ان البرتش انجلش دايما بيقولوا كلمه وير مارد بيعتبرها جمع, بيعتبر الكابل
كما اللي هو الزوج والزوجه تمام. لكن الامريكان انجلش بيستخدموا كلمه واز، وعشان كده بنطمنكم ان في الامتحانات دايما بنبعد عن النقاط اللي فيها اي تشابه او اي لبس. اكيد ناس هتقول لي في الكتاب بتاعنا مكتوب كلمه وير مارد، اوكي اند ذس رايت انسر، لغايه دلوقتي هي الاجابه الصحيحه. لكن طبعا حبايبي في حياتكم المستقبليه لما بقى تعامل اللغه بتاعتنا doesn't matter، يعني if you use was married or were married هتبقى بالنسبه لكم عمليه سهله جدا ومفيش مشكله. طبعا depends على اذا كنت بتستخدم طبعا American English ولا British English، لكن احنا مرتبطين بالمنهج بتاعنا هنقول كلمه were married. ولما جينا في التشويس احنا بعدنا كمان عن كلمه، ما حطيتش حتى كلمه was، قلنا لا نخليها is عشان تقولوا ان ده مضارع ونستخدم كلمه were كماضي. نرجع تاني الجمله بتقول لي yes، هناخد find the mistake yes in each of the following sentences then write them correctly. هنطبعا نشوف عندنا كالعادة دايما، وخلينا عارفين السؤال ده بنأكد عليه تاني، بيبقى عندي خطأ واحد في الجملة، والخطأ ده المفروض to find it تجده بتاخد half mark نص درجة، and to correct it وتصححه بتاخد the other half النصف التاني تمام. عشان كده مهم جدا ان انا الاقي الخطأ وبعد كده اصوبه، لو لقيت الخطأ وما صوبتهوش هاخد نصف الدرجة. الجملة الأولى بتقول لي he was fond of listening to the classical of Mozart and Beethoven. He was fond of listening to the classical of Mozart and Beethoven. أكيد يا مس إيمان لما يقول لي كلمة شخص مغرم بيه كلمة fond of هي أصلا adjective، المفروض بيجي بعديها على طول بيجي noun طبعا، أو إذا كان طبعا صيغة gerund أو pronoun and so on. لكن لما تقول لي classical فأنت قلت لنا قبل كده إن هي دي أصلا adjective تمام. فلازم نستخدم الناون هنا، ما ينفعش نجيب adjective لان انا ما عنديش هنا ناون هي بتوصفه. ايوه يبقى هو بيسمع للكلاسيكس. ايوه مش هنقول كلاسيكال لان كلاسيكال هنا adjective ولا كلمه كلاسيك طبعا، فلازم نجيب كلمه كلاسيكس تمام. الكلاسيكس بقى دي المقصود بها الكلاسيكيات بقى، الكلاسيكيات اللي هي الاعمال بتاعت مونسيرت. أيوة. اللي هي الاعمال الكلاسيكيه او القديمه بتاعت مونسيرت. ايوه الاعمال الرائعه خالده الذكر. لكن لما اتفقنا طب ايه الفرق بينه وبين كلمه كلاسيكس اللي احنا خدناها كماده دراسيه؟ الكلاسيكس الماده الدراسيه اللي هي زي دراسه التاريخ بتاع اليونان والرومان او الادب بتاعهم. فطبعا هنا دي ماده بتبقى مفرد دايما بالظبط، لكن هنا دي ممكن تبقى مفرد وجمع تمام. يعني لو مثلا a piece of music قطعة موسيقية مثلا بيتهوفن مثلا ممكن دي اقول is a classic. a classic. وانا هنا احبائي ما بقولش كلمة كلاسيك كصفة، لا is a classic دي ناون. طيب السيمفونية مش عارف التاسعة او كذا او كذا كمجموعة بقى تبقى اسمها ايه classics، واحنا وضحنا يبقى كلمة classics ممكن تنفع لو قلنا a subject او a school subject كمادة دراسية بتبقى دايما singular مفرد حتى لو انتهي بس، ودايما فيها حرف الاس yes. طبعا. لكن لو هي اصلا عمل ادبي فممكن تبقى كلاسيك والجامع على طول كلمه كلاسيكس. ايه الجمله الثانيه بتقول ذا بريزنر اوف زندا از ا فيري ادفنتشرر ستوري. يمكن انا لسه منوع حالا وقال يا مس ايمان ان ما تنفعش كلمه ادفنتشرر ستوري. طب يعني لما اقول ادفنتشر انا قصدي ايه؟ بني ادم. اه بالظبط ادفنتشر يبقى هو بني ادم تمام. يبقى دي الصفه اللي بوصف بيها الشخص اللي بيحب المجال يعني بتاع عمر سمر مثلا از ان ادفنتشرر. ان ادفنتشر لو قلت انا ادفنتشرر يعني الشخص هو نفسه هو اللي ايه مغامر اللي مغامر. ولو قلت is an adventurous اكيد محتاج اسم بعد كده طبعا adventurous person دي كده adjective. أيوة. ومحتاجة بعدها noun تمام. يبقى لما بقول adventurer فزي كلمة teacher زي كلمة player الدور الشخص بيقوم بالفعل نفسه تمام. لكن لما اقول كلمة adventurous فانا باخدها كصفة اكيد محتاج لاسم بعدها بعدها. اوكي فالصح هنا كلمة هنا adventure. طبعا adventure story هي أيوة. المفروض تكون سليمة. أيوة. هي دي الطريقة اللي انا بوصف بيها الروايات الخاصة بالمغامرة، فهجيب معاها كلمة adventure مش هزود أي حاجة adventure story تمام. جملة بعد كده بتقول لي she is very popular for a lot of people here. she is very popular يعني هي محببة أو معروفة بالنسبة لناس كتيرة هنا. أكيد حرف الجر بتاعي ما بيبقاش كلمة for لأن دايما ارتبط كلمة popular بكلمة with. With. تمام. she is popular with a lot of people here. تمام. رقم أربعة بتقول I hadn't heard from Anthony Hope until last week. لسه انت قلنا ان انا انتوني هوب ما كانش صديق حد فينا. فاحنا بالتاكيد ما نسمعش كلمه هير فروم يبقى كلمه هير about. يس. people read books as a form of criticism from the real world. people read books as a form of كشكل او صيغه من اشكال criticism النقد
from the real world. اكيد الناس لما بنقرا كتب او بنشوف واتشنج تي في اند سو اون، كل دي انواع من انواع الترفيه. في وحده اسمها كلمه اسكيبيزم، لانه لما اربطها بكلمه ريل وورلد يا مستر محمد هنا، تمام. يبقى انا اقصد ان انا بنقرا الروايات علشان نهرب من الواقع، فكلمه ريل وورلد دي واحده من الكي ووردز اللي ممكن نستخدمها ان احنا نجيب بسببها كلمه اسكيبيزم اللي معناها الهروب من الواقع عن طريق ان انا اقرا روايات. تمام. طيب احنا كده وصلنا للجزء بتاع النهارده اللي هو زي ما قلت الجزء الثاني او the second part of our unit اللي بيتكلم على ال subject verb agreement. وطبعا مسي من دلوقتي تقول لنا what are we going to study in such a part. اتفضلي. طبعا subject verb agreement هي حاجه بنقصد بيها انه كل جمله في الانجليش طبيعي جدا لازم يبقى فيها subject اللي هو الفاعل، ولازم يبقى فيه verb. الverb ده او الفعل بيجي مرتبط بالسبجكت وبيعود عليه، فلازم اجيب الفاعل ليه علاقه بالفعل، والفعل لازم يكون متوافق مع السبجكت، عشان كده بنقول سبجكت فيرب اجريمنت. طيب بمنتهى البساطه ممكن نقول the room is spacious، يعني الاوضه واسعه. سبجكت هنا كلمه the room، وطبعا is اللي هي كلمه الفيرب اللي تتناسب مع the room علشان هي كانت singular. طب لو قلنا the rooms اللي هي مجموعة أوض هنقول the rooms، طبعا كلمة are مش هينفع نجيب is لأن السبجكت هنا جمع. طب هل في حالات irregulars؟ هل في حالات شاذة أو ممكن تكون فيها حالات يعني شوية لفة؟ طبعا في الكلام ده في الإنجليش، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. يعني طبعا هناخد مقدمة كده سريعة، يعني اللي وبعدين هنشوف دلوقتي examples كتير. قصدي تقول لنا زي ما بالعربي كده تقولي يا حبايبي، ايه حكاية subject verb agreement؟ التوافق بين الفعل والفعل. احنا مثلا بالعربي نقول ايه بقى؟ مثلا جاء محمد، تمام؟ ماشي، فعل كده ماشي مع محمد. لكن اقول جاءت ايمان، ايه اللي حصل؟ انا غيرت شكل الفعل عشان يمشي مع الفعل الجديد. لما كان محمد قلت جاء، قلنا ايمان قلنا جاءت. هو ده اللي نحاول نعمله النهاردة. هنجيب ايا كان الاسم عندنا، وطبعا الفعل بتاعنا في الانجليش الصيغة بتاعته يا اما هيبقى singular يا اما plural، هيبقى شكله مفرد ولا شكله جاي مع فعل ايه؟ جمع. بس ايمان بتقول لنا مثلا لو قلت the boy، اكيد هقول مثلا plays كpresent، تمام؟ لو قلت the boys اصبحت play، هي دي الفكرة. هل بقى في تشابه تام مثلا او تطابق بين العربي والانجليش مثلا في كل شيء؟ لا، اكيد في اختلاف. النهارده هنتكلم على الحاجات الاختلافات فعلا الموجوده. اكيد ممكن في العربي مثلا كلمه معلومه وجمعها معلومات، لكن الانجليش اكيد بيتكلم على كلمه انفورميشن، تمام؟ مفيش اكيد اس في اخر الكلمه. هو ده حوارنا ونقاشنا النهارده. عشان كده مس ايمان هتبدأ تقول لنا طبعا اكيد ايه الاسماء اللي دايما بشوفها بشكل مفرد، صح؟ تمام، اتفضل. ويعني انا بس عايز اديكم الاول مثال يوضح اكتر ان ممكن في جمل تيجي وتلخبطنا ليها علاقه بالسبجكت فيرب اجريمنت. زي ما احنا شايفين هنا على البيبر او الورقه اللي قدامنا، هنلاقي تو سنتنسز. الجمله الاولى بتقول the area of the continents is very large. انا عندي هنا noun اسمه area، والnoun تاني اللي هي continents، ودي جمع ودي مفرد، وانا جبت الفاعل. الفعل هنا كلمة is، وده طبعا singular verb، او الفاعل هنا مفرد علشان هو المفروض بيعود على كلمة the area مش كلمة continents. Yes. فدي ساعات بتبقى جمل بتيجي وتلخبط، فاحنا لازم نعرف الاول السبجكت المقصود بيه في الجملة هو ايه. هنا عندنا كلمة area هي المقصودة. لو شفنا second example او المثال التاني، هنلاقي ان احنا غيرنا كلمة the area بقت the areas، وبعد كده طبعا continents ثابتة زي ما هي اللي هي مساحة القارات. وهنا غيرنا الverb خليناه are، لانه تاني احنا بنتكلم على the area هي دي subject. فاول point لازم نعرف السبجكت او الفعل بتاع الجملة هو ايه. طبعا في كلمات في الانجليش بتختلف، يعني في مجموعة كلمات ممكن تيجي على طول مفرد، ممكن كلمات تيجي على طول جمع. فكلمات مثلا على طول مفرد هي اللي بنقول عليها في الغالب uncountables، او الكلمات التي لا تعد. يعني مثلا عندنا مجموعة من الطعام او الفود، لما هقول كلمة زي كلمة rice فهي كلمة لا تعد.
لما هاجي اتكلم عنها مش هقول rice are، مش هينفع احط لها s اقول rices، لا this is wrong، هنقول rice is. برضو كلمات تانية في الفود زي milk منفعش اقول milk are، منفعش اقول milks او اخليها في الجمع، فاحنا بنقول milk is. يبقى في مجموعة من كلمات في الفود، طبعا مستر محمد اكيد عارض ليست كبيرة للكلمات ديت، فاحنا هنشوفها سوا. yes. فممكن حضرتك هنبدأ تقول لنا بأول الكلمات. نقطة على طول، ان احنا دلوقتي هدفنا او النقطة بتاعتنا ايه هي الكلمات دي دايما تبقى سينجلر او الفعل بتاعنا دايما بعديها مفرد، ومفرد دي مش كل مرة تبقى كلمة is، ممكن تبقى has او تبقى كلمة does او فعل بحط له اس. احبائي مشكورة مس ايمان قالت لنا اول نقطة اللي هي الفلايدز اللي هي السوائل. السوائل دايما بتبقى بشكل مفرد. تعال نشكل على الشاشة كلمات زي مثلا كلمة water, coffee, oil, milk, soup, blood اللي واضح قدامكم كده. كل الكلمات دي ما احنا بنجمعهاش، ما بقولش مثلا كلمة waters، تمام؟ وان كان يا ميس ايمان ده بيحصل في بعض الحالات، تمام؟ لكن احنا نتكلم على الثابت عندنا كلمة water, coffee, oil, milk, soup ده الحساء او الشوربة، وبلاد اكيد كلها بتبقى بشكل مفرد، تمام؟ يبقى اول نقطة عندنا مكتوب عندك كده انيلو، مكتوب السوائل، كل دي بعدها اكيد تبقى فعل في صيغة المفرد. تاني نقطة يا جماعة school subjects. Do we say مثلا ما بنقول في المدرسة we study English histories ولا geographies ولا على طول بشكل مفرد؟ Of course not. طبعاً school subject بنتكلم عنها لأنها حاجة واحدة. تمام. English دي مادة، يبقى أكيد هنقول English is. Yes. طبعاً بقية المواد كلها history, geography, classics لو هي ولا study هي حتى لو فكل ده بيبقى singular حتى لو في is. تمام. هيبان تاني على الشاشة كده هتلاقوا كلمة history، كلمة physics، محدش يقول physics are، ولما اساله يقول لي اصل فيها اس في الاخر، لا physics is ماده الفيزياء، chemistry، biology، geography، psychology اللي هو علم النفس، وكلمه classics قلنا الاداب اليونانيه والرومانيه القديمه. يبقى تاني خطوه عندنا school subjects، اول خطوه كانت السوائل وتاني شيء هو مواد دراسيه. طب الثالثه ايه بقى؟ yes number 3 abstract nouns الاسماء المجرده. يعني لما اقول مثلا القلم في ايدي كده ده طبعا بالنسبه لنا material مادة خام في ايدي، لكن لما اقول مثلا كلمة abstract يعني اسم معنوي زي مثلا كلمة beauty، confidence الثقة، enjoyment امتاع والاستمتاع، و progress تقدم، وعندنا كمان كلمة evidence، evidence معناها دليل. طيب الكلمات دي كلها برضو شكل مفرد. الناس تلاحظ كده، هل انا ممكن اقول يا مس ايمان انا عارف ان في العربي في كلمة دليل والجمع ادلة، لكن لما اقول مثلا there is no evidence هل وارد ان انا اقول there are no evidences؟ لا. في الانجليش ممكن ان احنا نستخدم كلمه evidence singular طول الوقت اللي الوقت هي من الكلمات ال uncountable. yes. عشان كده كمان ممكن نقول كلمه there is much evidence about. yes. it فهنجيبها مع كلمه much، مش هنجيب معاها كلمه many. yes. يبقى خلي بالكوا تاني ما ينفعش اقول there are لان are معروف انها جمع، وما ينفعش اضيف اس ما اقولش there are no evidences، وما حدش يقدر تقول لي it is an evidence والناس تفتكر الموضوع صح كده. لا، لو قال لي it is an evidence هو يقصد ده دليل، هقول له لا، ان كلمه evidence بما انها uncountable لا تعد، ما ينفعش ابدا تحط لي an قبلها، تقول لي it is evidence لكن ما تقولش it is an evidence. وزي ما قلنا هنقول much evidence ما اقولش كلمه many evidence. ليه much؟ عشان طبعا كلمه ماتش بتصنع مع ال uncountable nouns. نرجع تاني كده، وطبعا ده ملوش علاقه بالعربي طبعا، يعني واضح كده ملوش علاقه بالعربي. هنلاقي كمان السبورتس الرياضات، تنس رغم انها منتهي باس، ومحدش سمع قبل كده كلمه تنسز او فوتبولز مثلا، لا فوتبول، فولي بول، سكواش، هوكي، كل طبعا الرياضات دايما بتبقى سينجلر. محدش فينا بيقول ليتس بلاي سكواشز، ليتس بلاي سكواش. اوكي يس رايت. طيب gases اللي هي الغازات، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، كربون دايكسايد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، برضو دي حاجات موجوده في حياتنا وعمرنا ما بنخليها جمع. يمكن يكون برضو ده مشابه او العربي، عمر ما حد مثلا قال لي ايه ثواني مثلا اكسيد الكربون، تمام؟ هيتغير المعنى خالص، هو ثاني اكسيد الكربون او CO2. طيب كمان اللانجوجز، in schools we study Englishes, Frenches and Spanishes. Is it right? Of course it's not. Yeah. All the languages are regarded singular nouns. Yes. كل اللغات لازم نتعامل معها لأنها
singular ويجي بعدها الفعل singular. تمام، ده برضو يدينا حق نفس القصة. ما انا عندي كلمة English ممكن تبقى subject او ممكن تبقى nationality is right. مزبوط. يبقى ممكن اقول مثلا I am Egyptian. Egyptian. ولما اقول طب لما امتى بقول we are Egyptians انا مقصود ايه؟ ايه الفعل؟ هنا بتكلم على ال Egyptians اللي هما the people. وطبعا هي بنتكلم فيها على الناس اللي عايشة في ايجيبت اللي هما كل المصريين. يس. لكن مش nationality اللي هو انا جنسيتي كذا. كذا. She's Spanish. تمام؟ وانا مستر ياسر مثلا speaks Spanish. بيتكلم الاسبانية. تمام كده؟ وممكن هو is Spanish. هو اسباني. تمام؟ yes. دي كمان. nationality. Nationalities. عندنا كمان في 7 different activities. كل الانشطه الحياتيه اليوميه اللي دايما فيها اي ان جي دايما اكيد ما حدش قال لي مثلا بس ما ليتس جو شوبينج لا ليتس جو شوبينج من غير رايتنج ستادينج الحاجات دي كلها طبعا بتبقى شكل ايه مفرد بصيغه واحده يعني هتبان عندي على الشاشه مره ثانيه يس وضع عندي كلمه ريدنج سموكينج حتى كان طبعا شيء زي رايتنج ستادينج شوبينج اند ايتينج اوكي كلها احباء دي مفرد ريدنج از ماي favorite hobby مثلا yes smoking is a bad habit writing is an important skill in English وهكذا تمام عندي 8 كمان اللي هي natural phenomena ونقف شويه عند كلمه phenomena دي ونقول هي اصلا جمع وجمع شاذ شويه ممكن تدينا خلفيه هي طبعا من الكلمات القديمه من اللغه القديمه فعلشان كده الجمع بتاعها مختلف شويه فاحنا قلنا phenomena دي كلمه جمع فاحنا هنقول phenomena are مش هنقول is احنا هنا بنتكلم على كلمه جمع لكن المفرد بتاعها هي كلمه phenomenon yes. اطول شويه في الحروف في الكتابه بس هي مفرد yes. فبنقولها phenomenon يعني هنشيل الاي ونحط او ان او ان في الاخر لما اقول مثلا البرق ظاهره طبيعيه هتبقى lightning is a natural phenomenon. تمام بالان في الاخر yes. او او ان في الاخر طيب lightning and thunder اللي هم البرق والرعد are natural phenomena من غير الاو ان لان كده هي جمع تمام اكيد طبعا في كلمات كتيره زي مثلا بنقول بكتيريوم بتبقى بكتيريا الجمع بتاعنا تمام كده كريتيريا جمع وطبعا كريتيريوم لما نحط ام زي مثلا كوريكولم كوريكولا وهكذا الحاجات دي كلها طبعا بتبقى يعني زي ما قلنا اولد انجلش شويه يمكن يبقى ليها علاقه قريبه قوي باللاتيني وطبعا بتبقى الجمع بتاعنا بيبقى زي ما شايفين كده غريب شويه لكن طبعا في حاجات تانية زي مثلا كلمه تشايلد جمعها تشيلدرن اهو جمع شاذ برضو مثلا كلمه ماوس واتفقنا قبل كده اللي هو بيبقى مثلا الفار بيبقى كلمه مايس اند سو اون لكن الناس ممكن نيجي نقول مثلا انت بتتكلم على الفار بتاع الكمبيوتر بقى دي ممكن نجمعها عادي جدا نقول ماوس ما فيش مشكله اوكي طيب هنا نطلع نرجع تاني على الشاشه قلنا كلمه ناتشرال فينومينا قلنا الظواهر الطبيعيه قلنا كلمه لايتنينج وانا بجذب انتباهكم اقول لكم ركزوا قوي في السبيلنج هنا وهناخد جمله بعد كده وايه رايكم هخلي بس ايمان تكتبها ونشوف احنا نمتحنهم فيها بس ايمان اوكي انا هديك السبيلنج بتاع الكلمه معلش هقول لك مثلا ال اي ال اي جي اتش تي جي اتش تي اي ان اي ان جي يس از ا ناتشرال از ا ناتشرال natural yes phenomenon yes yeah هنا فقى find the mistake أو جد الخطأ يا ترى أصل دي جات قبل كده ثانوية عامة وعايزين نشوف الغلطة فين الغلطة أكيد في السبيلنج بتاع الكلمة نفسها بتاعت كلمة lightning أكيد ما فيهاش حرف إي تمام yes أكيد طبعا إن إحنا يمكن نقطة واحد ولكن نخلي بالنا ان ممكن في الفاند مستيك يبقى هو مجرد حرف تمام ويتغير طبعا كلمه تو لايتن ممكن تو لايتن سمبادي او سمثينج على فكره انك تنير تنير صح دي فيرب لايتن يعني ينير شيء او ينور حاجه ده الفيرب بتاع كلمه لايت يعني الضوء فطبعا هي ملهاش دعوه بالناتشرال فينومينا اللي هي البرق السبيلنج بتاعهم مختلف فاحنا لازم نشيل حرف الاي ونخليها lightning أيوة. مش lighten مش أيوة. lightening اوكي فدي ليها معنى ودي ليها معنى تاني تمام. وطبعا lightening مش natural phenomena هي lightning هي اللي natural phenomena تمام لان كان طبعا البديهي الناس كلها تجري اول ما يشوفوا كلمه phenomenon على طول غيروا خلوها كلمه phenomena
او يلاقوا كلمه فينومينا يغيرها فينومينا. احنا بنقول لا، مش بالضروره تبقى الحاجه اللي انت معتاد عليها، ممكن يعمل تريك صغيره كده ويجيب لك كلمه زي الكلمه دي، غير حرف واحد. واكيد طبعا كلمه لايت ال اي جي اتش تي بتنفع كفيرب، والمادة بتاعها كلمه ليت اللي هي ال اي تي اللي هي اضاءه. تمام، نرجع تاني للشاشه. قلنا كلمه لايتنينج، كلمه هيت، كلمه سنو الجليد، ثاندر الرعد، لايت اللي هو هنا الضوء، تمام كده، رين المطر، دي كلها ناتشرال فينومينا، ظواهر طبيعيه. نمبر 9 ميلز. ميلز طبعا بريكفاست، لانش، دينر، سابر، برانش، ايا كان المسمى. اكيد طبعا حد يسال كلمه سابر، ده قلنا العشاء خفيف، وطبعا دي وجبات الرئيسيه بريكفاست لانش اند دينر. وفي وجبه ممكن بين البريكفاست واللانش للبرانش، الحاجات بقى واخده من جزئين يا مس ايمان، من البريكفاست واللانش، دي الوجبات طبعا. يقول لك ليتس هاف مثلا لانش، تمام كده، محدش قال لانشز، لا اوف كورس نوت. تمام، وفكرنا طبعا بالكلمه خدناها في الوحده الاولى، كلمه لانش اللي هي ال اي يو ان سي اتش، قلنا بتيجي في فايند ذا ميستيك كتير، yes. بيحطوا لانش بدلها. تمام مظبوط. نمبر 10 اللي هي اذر ناونز، دي بقى طبعا اكيد لسته كبيره جدا من الاسماء اللي دايما بتبقى بنشوف العربي ممكن تبقى مفرد وليها جمع عادي. انا عندي مثلا اثاث اللي هي بالثاء طبعا تبقى جمع اثاثات، ما فيش مشكله. لكن الانجليش كلمه مثلا فيرنيتشر، واكيد ما فيش كلمه فيرنيتشرز، تمام كده. هي من الاسامي برضو اللي هي لا تعد، ما بنحط لهاش اس وبنعملها مفرد طول الوقت. لكن انا بس عايزه اقول لهم ملحوظه انه الاسم الذي لا يعد بيعامل معامله المفرد في الفعل، في الكتابه بتاعه الفعل، لكن في المعنى احنا ممكن نجيبه مفرد وممكن نجيبه جمع، لكن هيفضل الفعل حتى في الجمع محطوط بشكل مفرد. بس ممكن نجيب مثلا كلمه ماتش زي ما قلنا قبل كده، ممكن نقول سم، ممكن نقول a lot of قبل الكلمة علشان نشير انها كمية. يعني ممكن نقول there is a lot of furniture او there is much furniture in the room. هنا احنا قلنا there is هي حاجة فعل مفرد لان كلمة furniture ما بتتجمعش، لكن المعنى العام للجملة بيقول ان في اساس كتير في البيت. فدي برضو معلومة علشان الستودنتس لما يشوفوها او يشوفوا اي كلمة ليها علاقة بالcountable والuncountable او اسماء التي لا تعد بالاخص، لازم تبقوا عارفين ان هي بتدي ساعات معنى جمع وساعات معنى مفرد. yes. لكن الفعل لازم يكون على طول مفرد. تمام يعني. يعني مثلا لو جيت قلت كده حاجات شافوا سريعه عشان طبعا الطلبه يخلي بالهم معانا، the furniture we bought yesterday يا ترى have been delivered ولا has been delivered؟ has been delivered has. أيوة. استخدمنا الفعل المفرد لانه احنا بنتكلم على على كلمه uncountable. تمام. اسم لا يعد. طيب انا دلوقتي مثلا كلمه فرنشر احنا متفقين ان هي اثاث، يعني كل ما هو موجود في مكان ما، مثلا العفش. طب انا عايز اقول مثلا قطعه من الاثاث. طبعا هنا بقى لازم نحط الكلمه اللي ما بتتعدش في حاجه اسمها يا اما كونتينر يا اما مثلا كلمه تانية تكون موديفاير ليها علشان خاطر نقدر نعدها. فالكلمه يعني التانية هي اللي بتتعدي، يعني اللي هو مجازئ. بالظبط زي يعني كلمه piece. يعني a piece of furniture. تمام. two pieces of أيوة. furniture. يعني لكن احنا هنا مالناش دعوه بكلمه furniture. ليها دعوه بكلمه محافظين على yes. كلمه furniture من غير أيوة. اس، لكن الموديفاير او البارتيتيف اللي جه قبلها بيكون هو اللي بيتجمع وهو اللي يتعد، بيجي تمام. قبله ارقام عادي جدا. يعني خلينا نوضح الصوره كمان اكتر. انا لما اروح مثلا دلوقتي عند البوتشر بقول له انا عايز لحمه، لا طبعا بحدد انا عايز كميه قد ايه من اللحمه. kilos of ايوه meat. فانا عندي مثلا كلمه زي كلمه ميت، تمام، ام اي اي تي اللحمه، اكيد ما فيش اس. لكن انا بقول له اكيلو اوف ميت، كلمه اكيلو هي دي البارتيتيف او الموديفاير اللي حطيته قبل الكلمه عشان يبين قد ايه انا عايز. لو قلت بقى اي وانت 2 كيلوز، يبقى الجمع تم على كلمه كيلو، ماليش دعوه بكلمه ميت. طب لو قلت ذا ميت اي بوت از، اكيد مفرد، تمام كده. طب the two kilos of meat يبقى I bought are طبعا لانه لازم نخلي كلمه كيلو. تمام، هنبص على الشاشه كمان هنلاقي كلمه luggage وكلمه baggage، ودي معناها متاع او شنط طبعا، واكيد مفرد luggage baggage. اوكي، عندي كمان كلمه equipment معدات، ما حدش يقول لي ابدا equipments. furniture احنا قلناها اثاث. كلمه cash نقد بالسهوله الماديه. jewelry rubbish money
اكيد ما حدش فينا بيقول كلمه ماليز. ورغم ان كده بتلاقي طلبه كتير مثلا ايمان لما بتسالي يقول لك لا الماني تعد. انا بقول هنا تعد هي ليها بقى طبعا هي لو تعد في حاله معينه لكن ما ينفعش اتكلم على الماني او المال بوجه عام بصيغه تعد. لكن ممكن انا بعد الكوينز ممكن اعد البانك نوتس او الباوندز هي دي اللي بتتعد. يبقى لو احنا بنتكلم على فلوس يعني قصدك تقولي ايا كان شكل النقد كان كوينز او نوتس اتس اوكي ات كان بي كاونتد. لكن اكيد ما بجمعش كلمه ماني. ماني معناها المال اكيد في العربي مال واموال لكن الانجليش هي ماني از. تمام كده ماني از ا جود سيرفنت بات ا باد ماستر. تمام كده المال اكيد سيد فاسد ولكن خادم جيد. تمام well, for me money is always good yeah. is always good, good. okay طيب يعني ربنا بقى يوقعك في 10 مليون جنيه ان شاء الله. يعني بص تحت على الشاشه هتلاقوا كمان في كلمات ثانيه زي كلمه bread. تمام الخبز traffic مرور wood fun work glass advice leather music news information knowledge homework housework and so on. خلينا نشوف كلمات ثانيه كده. كلمه bread الخبز. الخبز انا ما اعرفش لها جامعة اصلا في العربي بامانه يعني عارف ان الخبز تمام كده لكن لما نروح مثلا البيكري بقول له اي وانت سم بريد اتس اوكي ات كان جو سم بريد بعض الخبز. طب عايز اقول مثلا عايز 5 ارغفه. تمام في الانجليش في كلمه هي اللي بتعبر عن المعنى ده اسمها لوف. نكتب معلش طبعا هنكتبها اللي هي ال او اي اف يس دي المفرد بتاعها لوف لكن ده كده سنجلر زي ما قلنا. لكن لو حبينا ان احنا نجمعها دي بتتجمع عادي جدا بس الجمع بتاعها بيبقى السبيلنج بتاعه مختلف وطبعا البرونسيشن هتبقى كلمه لوفز. لوفز اوف بريد او ا لوف اوف بريد يبقى هنا ا او ممكن نقول 1 لكن هنا هنقول 2 اي او بالظبط او اي حاجه ممكن اعدها عادي جدا فهقول 1 loaf of bread او 2 loaves of bread. يس يبقى واضح كده ان اغلب الكلمات المنتهيه عندنا باف او باف اي اكيد في الجمع بتبقى نشيل الاف او الاف اي ونحط في اي اس. loaf loaves wife wives knife اللي هي سكينه تبقى knives shelf اللي هو الرف تبقى shelves and so on. اللي يهمنا النهارده ان كلمه loaf loaf رغيف مفرد أليف ورقة مفرد. تمام طيب الجمع بتاعنا بقى كلمة لوفز. تمام كده فبقولي how many loaves الرجل هيسألني البيكر هيقول لي how many loaves do you want قال لي كلمة many عشان كلمة loaves لكن ممكن سؤاله يبقى بطريقة تانية أو بشكل تاني نفس المعنى بالضبط هيقول لي how much bread do you want how much bread do you want. لاحظ ان كلمة bread عمرها ما تبقى breads ما فيهاش اس فقلنا how much لكن كلمة لوف أو لوف جمعها لوفز فقلنا how many أوكي؟ طيب عندي كمان كلمة زي كلمة مثلا مثل إيمان كلمة advice النصيحة طبعا دي برضو كلمة من الكلمات التي لا تعد وما بتتجمعش. ممكن في العربي نقول نصايح لكن في الإنجليش هي هتبقى advice بدون أي S فيها لو أنا بعبر عن مجموعة نصايح. لكن ممكن أقول much advice some advice لو انا عايزه اجمعها لكن على طول الفعل بتاعها مفرد is مثلا give يعني اي فعل هيكون هو ايه yes. لازم هيكون singular verb او فعل مفرد. تمام يعني ممكن نقول مثلا اعطيته مثلا ابني نصيحتين how can I say this in English ممكن بقى ساعتها هنقول هنستخدم الموديفاير اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده فهتبقى two pieces of advice أيوة. أو I gave my son two pieces of advice أو two bits of advice. لاحظوا هنا كلمة advice ما طبعا النقطة واضحة اهو advice مش advise advise هتبقى verb فعل هي منتهية بإس إي لكن advice تمام ده النون وشفتوا إحنا بنقول some advice اللي هي بعض النصائح ولما حبيت أقول نصيحتين ثلاثة عشرة قلت جبت كلمتين زي كلمة pieces او كلمه bits of advice زي ما هي اوكي طيب عندنا ايه رايك اتصال يا ميس ايمان وعندي اتصال من القاهره ازيك يا ساره ازي حضرتك يا مستر محمد مبارك الحمد لله ازي حضرتك يا ميس ايمان اهلا حبيبتي ازيك الحمد لله كويس اموري يا قمر اتفضلي هو مستر انا كان عندي سؤال في الجزئيه دي اتفضلي يا بابا تحت امرك
بيقول لي how much coffee. ايوه ده كان لسه من زمان عايزه تقول الكلام دلوقتي. How much coffee do you want؟ لا how much coffees have you drunk today؟ coffees حط الاس اي اس اي اي اس يس. Have you drunk؟ Have you drunk today؟ Today. تمام. انت يا ساره ايه طبعا انا فانز ميستيك. هو فانز ميستيك. انت حاسه ايه المشكله هنا؟ هو انا حليت قلت ماتش خليتها ماني لقيت في الانسر ميني قصدي يس عامل لي كوفي. ماشي انا عارف مين الصح دلوقتي. ايوه الاثنين دول صح. صح هقول لك ليه بقى. اما الجماعه الامريكان دول بيبوظوا لنا اللغه بجد يعني. احنا لو خدنا على البريتش انجلش احنا عارفين كلمه كوفي اللي هي سي او اف اف اي اي كوفي تمام دي بالنسبه لنا البن او القهوه ودي بالنسبه لنا ما بتتجمعش تمام. صح فاحنا ممكن نقول على طول بدل ما بتتجمعش نحط كلمه هاو ماتش. هاو ماتش كوفي دو يو وانت تمام. هاو ماتش ايه كوفي او هاف يو درانك تمام. لكن الجماعه الامريكان يقول لك كلمه ايه كوفيز يحطوا اس قصدهم ايه كابس اوف كوفي يعني فناجيل قهوه. فاحنا معلش بما اننا احنا ايجيبشنز بقى لا احنا بريتش ولا احنا امريكانز فقلنا ايه عارفه قلنا بصوا هنقول هاو ماتش كوفي او هاو ميني كوفيز. هاو ماتش كوفي او هاو ميني كوفيز. لو حطيتي ميني حط اس حطيتي شلت الاس خليها شيل الميني وخليها ماتش. وصلت يبقى بوث رايت. في كمان واحد برضو في نفس الجزئيه دي اتفضل. دو وي هاف دو وي هاف ارايز. كان لسه زي ما تكون كرايس دي. ان رايس ليفت. دو وي هاف ارايس ليفت. دو وي هاف ا رايس ليفت. ليفت رايس وعلامه استفهام ليفت. انا حليتها قلت دو وي هاف قلت الايه خليتها اني. اني اكسلنت تمام برافو عليكي. وبعد كده لقيته في الانسر قال لي لا انا ما عملتش كده عملت راي اما بدل ارايس خلاها رايس. خلاها ايه رايس. طب ما احنا لازم نجيب كلمه بديله. ايوه بديله بتاعه الأ. ما هو احنا كده مستر محمد كان لسه بيقول انه لازم نعرف الاول خطا ونجيب بداله حاجه تمام. علشان تاخدي الدرجه كامله. فاحنا شلنا الأ مظبوط لكن ايه البديل المناسب هنا. اني تمام في الكويستشن اني بنستخدمها في السؤال. ايوه يبقى كلامك انت يا ساره هو الصح تمام. ايه واكيد ده طبعا ده مش كتاب المدرسه اللي انت لقيتي في الكلة ان الكلام ده طبعا متاكد صح. لا هي ما انا عارف طبعا. بلاش نقول فنقول كلمه دو يو هاف حد بيسال التاني يعني او طبعا ذا هازبند اسكس هيز وايف يعني بيقول لها دو يو هاف اني رايس ليفت. طبعا زي ما قالت مس ايمان اكيد انا المطلوب مني في السؤال اصلا تو فايند ذا ميستيك اند تو كوركت ات الاقي الغلط فين واجيب بديل. وصلت طيب. وكمان ما خدناش كلمه صم لان صم اصلا ما بتستخدمش في السؤال الا اذا كان سؤال عرض يعني ودي لايك صم ودي لايك ايه صم. لكن السؤال عادي زي كده دو يو هاف اني. طب انا في واحد بقى بسال على سؤال البروبوزيشن. بروبوزيشن اوكي. بيبولر بوبولر بوبولر لسه لسه ايمان قايلها كلمه بوبولر وذ وفيمس وفيمس فور فور فيمس وبوبولر ويل نون ويل نون ويل نون. طيب انا يعني عشان برضه وقتنا كلمة خلاص اتفقنا كلمة popular قلنا كلمة with تمام. كلمة famous ممكن تبقى famous for او famous to تمام. ازاي for لما قلنا مثلا Egypt is famous for مشهورة او معروفة بالحاجات بتاعتها بقى famous for مثلا its historic مثلا places اماكن تاريخية يبقى كلمة famous قلنا for بعد كلمة for ما يشتهر به المكان او الشخص تمام. هو عندي اخر سؤال بس لا لا بس ما كملتش. ما قلت كلمة famous to يعني معروف او مشهور بالنسبة لي. مثلا the ancient Egyptian remains are famous to مثلا tourists محببة او معروفة للسياح. نفس الكلام ينطبق على كلمة well known. well known for معروف به. well known to me معروف جيدا لي او بالنسبة لي. وطبعا popular with yes. اخر سؤال انا يعني لقيت الكتاب عامل make repairs. لا do repairs. هي هو انا لقيتها do repairs و make repairs. لا do repairs. ايوه do repairs يقوم بعمل اصلاحات. you are welcome ساره وتابعينا ونرجع تاني سريعا. مس ايمان كنا بنتكلم على الحاجات الاسماء اللي هي مش موجوده في العربي بنفس القصه كده. عندي مثلا كلمه
نيوز مثلا تبقى خبر واخبار، لكن الانجليش طبعا كده تبقى كلمه news نيوز على بس طول سنجلر. اه ولما كلمه اسم ما ينفعش اشيل اس، هتبقى جديد بقى صح. طيب مزبوط. لو جينا مثلا قلنا كمان امثله على الكلام ده، احيانا بلاقي كلمه ايه مثلا she completed her education in 1995 ومره ثانيه she had a good education. احنا اتفقنا من شويه قلنا ان كلمه education اساسا abstract noun ما بتمثلش اسم مجرد، ومظبوط وهو ما بيعدش yes. وما عمره ما شفت education زي مثلا. لكن ليه انا بقول مرة قلت she had a good education؟ هي الحالة دي شوية أيوة. من الحالات الirregular. احنا أيوة. جبنا adjective قبل كلمة education. تمام. فلما جبنا adjective زي كلمة good استخدمنا الكلمة a، ممكن نقول amazing مثلا كadjective تانية هنستخدم كلمة an. أيوة. فمع كلمة education احنا ممكن نيجي قبلها adjective ساعتها هنستخدم عشان تبين نوع التعليم المتعلمه. بالضبط. تمام. نفس الكلام ينطبق على الجملة التانية بتقول we usually have lunch at 2 PM ومرة تانية we had a wonderful lunch at a big restaurant yesterday. زي ما وضحت مسيمان أنا بستخدم أكيد الكلمات دي زي ما قلنا لا تعد، لكن لما بجيب صفة فأنا أقصد أن أبين نوع الشيء. لما قلت a wonderful lunch يعني غدا كان رائع splendid، ولما قلت كان education عايز أقول نوع التعليم كان نوع جيد، فقلت a good education. And we have different types of education، أنواع كتيرة من التعليم مختلفة، محدش بيقول educations. تمام كده. طيب كمان عندي yes. طب في كلمات تانية بتبقى countable uncountable مع اختلاف المعنى. انت من في الأول كده مس إيمان قلت لي كلمة paper، أنا قلت كده لما قلت لها اكتب على paper أنا مرضيش أسأل ساعتها، قلت استنى قصدك إيه بكلمة paper؟ طبعا طبعاً. paper ممكن تبقى material اللي هي ورق، فساعتها هي بتبقى uncountable noun، تعامل معاملة ان هي بيجي معها الفعل مفرد في الجمع او في غير الجمع، وطبعا ما ينفعش نحط لها اس. لكن لو قلنا كلمة زي كلمة papers هنا انا بقصد بيها الجرايد the newspapers، وساعتها هتعامل معها على انها بتجمع عادي جدا وهحط معها r. فالماتيريال مثلا ممكن زي كلمة wood كلمة معناها خشب، في ممكن نلاقي ليها كلمة تانية اللي هي كلمة woods ونحط فيها s، بس في الحالة دي المعنى بيختلف وهتبقى معناها الغابات. yes. كلمة زي كلمة مثلا coffee اللي لسه سارة سأل عنها، coffee طبعا احنا بنقول عليها القهوة اللي هي المادة الخام بتاع القهوة او اللي بنعمل منها القهوة كمشروب، لكن ممكن جدا نجمعها ونقول coffees لو انا اقصد cups of coffee. طيب هكمل لك الكلمات دي كلها واحده بواحده كده. انت قلت لي ان كلمه paper تمام، قلت لي ان هي ورق ولا تعد. يعني مثلا the printer للطابعه او الطباعه is out of paper يعني ما فيهاش ورق. طب انا عايز اقول انا عايز فرخ ورق، هقولها how can I say this؟ ممكن اقول بقى كلمه sheet. أيوة. a sheet of paper. ماليش دعوه بكلمه paper. paper لا طبعا sheet S-H-E-E-T yes. وهقول sheet of paper. أيوة. وطبعا اللي هيجمع هنا لو انا عايزة اقول مجموعة مثلا او كده او واحد اتنين تلاتة yes. يبقى هجمع كلمة sheet هتبقى sheets أيوة. of paper sheets ولو of مفرد هنقول one sheet أو of sheet paper. يبقى الجمع بيتم على كلمة sheet ما نجعل كلمة paper. قلت لي كلمة a paper لما احط a فانا قصدي a newspaper والجمع على طول كلمة newspapers. I read the papers today او I read the newspapers today and I have a phone call from سوهاج. I have طه. ازيك يا طه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخبارك؟ طه ابعد عن التلفزيون شوية وكلمنا من التليفون وانت بعيد عشان نسمع كويس. اتفضل. من يعني؟ كلكم حبيبنا طبعا اولادنا. اتفضل. انا من المنيا. ايوه يا حبيبي. احسن ناس يا طه. احسن ناس. الشعار. اتفضل. عندي سؤال. اتفضل. I have decided that. I have decided that. decided ممكن. I أيوة. have decided. decided that. الوحده الاولى على طول ها. I have decided that. ايوه. ايمن شايف انت سامع كده الايكو بتاع صوت مس ايمان معاك؟ خليك بقى التلفزيون شويه. طه طه طه. طيب على طول يا طه اذا قلت اي هاف ديسايدد على طول اي ام جوينج تو دو مس ايمان عشان برضو الصوت مش ظاهر مش واضح يا طه طه الصح على طول اي ام جوينج تو دو. اي
تمام؟ ايوه هو كاتب لك doing I am doing doing more I'm doing more اخترت نفس الكلام كده وفي اختيار هيبقى في I am going to do مش كده؟ لا ده فايت ميستيك I am doing I'll find the mistake ما خلاص ما احنا شلنا بقى I am doing وقلنا I am going to do تاني هنشيل I'm dying قلت I'm going to do وصلت؟ ايوه اوكي طه شاكرين طبعا اتصالك وتابع معانا وهنرجع تاني بس ايمان قلت لي كلمة بيبر طب كلمة جلاس اه كلمة glass طبعا معناها الزجاج yes ده كمان مادة خام ولا تجمع مادة خام ولا تجمع لكن ممكن اقول كلمة glasses اللي هي النضارة وتتجمع و sunglasses yes. اللي هي النضارة الشمس يعني مو my glasses are مثلا yes are expensive تمام كده طيب لو قلت I want a cup of او a glass of water مثلا هتبقى بالنسبة لي two glasses أيوة. of wine آه. بس طبعا احنا هنا عايزين هنرجع تاني نقول glasses هنا معناها كوب مش معناها الزجاج أيوة. تمام يبقى احنا في عندنا glass بمعنى المادة الخام للإزاز تبقى ساعتها زجاج ومدي بالنسبة لنا ما تجمعش آه. لكن لو انا هحط ES فممكن تبقى نظارات او ممكن تبقى كوبايات او ممكن تبقى الكوبايات او الكبس عندي كلمة time طبعا كلمة time سريعة عشان we don't have time طب اوكي we don't have time ايوه ففي الحالة دي مثلا احنا بنتكلم على الوقت عموما فساعتها هنستخدم كلمة time في singular form لكن times معناها مرات يعني I travel to London two times مرتين غير الوقت او التايم اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو دايما متأخرين فيه تمام يبقى time is money مس ايمان time is money طيب هنا طبعا مفرد لان قلت لي معناها الوقت لكن I visited London two or three times اصبحت هنا عدد المرات طيب كلمة light light طبعا يعني دو. الضوء ودي لا تعد لكن اللمبة. ممكن اقول مصباح او لمبة هتبقى lights نجمعها عادي وبين عنده yes you have to or you should turn off lights before going to bed تمام اصبحت النصبية orange orange الكالر لا يعد يعني تمام. لو انا بتكلم على اللون البرتقالي ده مش هنعده وهنعمله انه اسم لا يعد ومفرد لكن oranges البرتقال كنبات كفاكهة دي ساعتها بنعدهم ممكن نقول 1 2 3 oranges تمام iron 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 اللي هي الحديد كمادة خام ما تعدش زي wood كده وزي الليكويدز لا يعدوا وهنستخدم الفعل اللي معاها على طول سنجلر او مفرد لكن ايرن اللي هي المكوى دي ليها معنى تاني وساعتها هقدر اعدهم عادي هقول 2 ايرنز or 3 ايرنز an iron لو هي مفرد yes chicken chicken اللي هي اللحم بتاع الدجاج ساعتها هيبقى لا يعد زي يعني كلمة meat بالزبط يعني محدش يقول لي مثلا like chickens ما ينفعش تنفع بس ساعتها لما اكون قصدك على الهينز بقى الفرق ممكن طيب experience اللي هي الخبرة طبعا دي لا تعد لكن لو انا اقصد تجاربي في الحياة مثلا فهقول I have many experiences عندي تجارب كتير في الحياة yes يبقى لو حد سألنا على خبرة معينة في مجال محدد لو مثلا في انترفيو اكيد المانجر او الانترفيور هيسألني ويقول لي do you have any experience in this field يبقى خبرة في مجال واحد لكن كل ما يمر في حياتنا من مواقف تعتبر دي خبرات تبقى experiences اوكي طيب الامثلة عندي على الشاشة بتقول الامثلة اللي كنت عليها برضو I'd like some writing paper قلنا ورق للكتابة We, I'm going to buy a paper, اللي هي a newspaper. The windows, the window is made of unbreakable glass, مصنوع من زجاج غير قابل للكسر. وعندي would you like a glass of water, يعني كوب من الماء. كمان have you got any coffee? Could I have two coffees? أحبائي كلمة كوفي الأولى زي ما قلنا البن وهنا could I have two coffees? أو two teas كمان نفس القصة كلمة تي بتتجمع حط اس يبقى two cups of coffee أو two cups of tea وكمان don't hurry there is plenty of time زي ما قلنا كلمة وقت لا تعد ولكن لو قلنا he went to London three times يعني ثلاث مرات أصبحت مرة there are two oranges on the table طبعا برتقال كفاكهة أصبحت تعد شايفين كده are تمام قلنا there are لكن طبعا أقول I don't like orange I prefer red هنا أكيد أنا لا أحب اللون البرتقالي أفضل اللون الأحمر
This table is made of iron, يعني مصنوع من الحديد. لكن she put an iron yesterday. اشترت مكوى امبارح. اتفقتوا معايا؟ طيب عندك كمان كلمة the sun gives us light, الضوء, وقلنا لا يعد. ولمسها طبعا دي كلها احنا لسه قلنا حالا, لكن بقولها او بنكتبها قدامكم على الشاشة وخطر طبعا نلحق على الاقل نصورها او نشوفها بشكل مكتوب. We need two lights, يعني لمبتين, in this room. Visiting the pyramids is an experience. You shouldn't miss. This job requires much experience. حد يقول لي ما انت كاتب experience مرتين. هقول له خلي بالك في الاولى كاتب ان, يعني ممكن تتجمع, تمام, لكن في الثانيه مكتوب كلمه ماتش, ومعروف ان كلمه ماتش طبعا على طول uncountable, تمام. يس. طيب في كلمات ثانيه بس ايمان بلاقي زي كلمه تيم, كلمه كوميتي لجنه, فاميلي الاسره, كلاس الفصل, ارمي الجيش, كمباني الشركه, كابل الزوجان, كرو طاقم العمل على سفينة أو طائرة, كراود الجماهير أو الجمهور, جانج عصابة, جروب مجموعة, نيفي الأسطول أو البحرية, population السكان, وستاف اللي هم هيئة العاملين وهيئة التدريس. الحاجات دي كلها أحيانا جامع وأحيانا مفرد. تمام. اتفضل. دي حاجة الأسماء دي اسمها collective nouns. Yes. لأن هي في الحقيقة بتشير لمجموعة, لكن ممكن جدا نتعامل معاها على المجموعة دي انها كتلة واحدة. فهنقول the family is مثلا, انا بتكلم على الفاميلي اللي هي العيلة. وممكن نتعامل معاها على انها افراد الفاميلي او the members of the family, فهقول the family are. طب الفيصل اللي فيها ايه معنى الجملة؟ ملهاش رول محددة الواحد يمشي عليها. في معنى الجملة في كده ممكن كلو او حاجة في الجملة, كلمة او جملة تانية تكون مصاحبة تعرفنا ان هو بيتكلم على الافراد ولا بيتكلم على الفاميلي ككتلة واحدة او اي نون منهم ككتلة واحدة. يعني ممكن مثلا اقول حاجة زي كده, example, the couples, the couples waves احنا لسه هنسأل دلوقتي. The couples wave their hands هنا مش مقاطع عليك, لكن احنا خلي بالك احنا قلنا couples, يبقى انا خلاص مضطر ان اكون جامع. The couples, لكن انا هخليك ان couple عشان couple wave. Yes. Wave their hands. انا هنا بقول ان هما بيلوحوا بايديهم, يبقى انا هنا بتكلم على اتنين او بتكلم على الاكشن اللي بيعملوا اتنين. فطبعا هنا كلمة couple اللي هي ال collective noun ده هستخدم معاه كلمة wave فعل جمع, لان انا اقصد الفردين ما اقصدش هما مع بعض. Yes. يعني قصدك تقولي the couple هنا بالنسبة لنا معروف ان هما اكيد two persons. تمام. لازم يكون امانة woman. تمام. وهنا بالنسبة لي بقول are waving يعني بيلوحوا, لان اقصد طبعا اني اكيد في four hands اربع ايدي, وهنقول بقى بيقولوا ايه كلمة wave يعني يلوح او يشير. لكن لو جينا مثلا قلنا الفريق, وانا اهلاوي فبقول الفريق يفوز, هقول okay. ايه the team wins. Always wins. Always wins, لان النصر هنا لا ينسب الى فرد. بالزبط. فاصبح طبعا للunit الوحدة نفسها وهكذا. فخلي بالكم زي مثلا كده ان انا عشان افرق اقول ان الشيء ده مع مفرد او جمع لازم يكون في حاجة في الجملة. احنا لسه قايلين ان the couples were married, زوجوا, لكن احيانا صح برضو the couple was married. تمام. في الامريكان انجليش, واحنا صحيح مرتبطين بالبريتش انجليش شويه عشان الكتاب بتاعنا, لكن احنا لما نيجي مثلا ايه حتى في الامريكا لما نقول the couple بنقول are waving. تمام. ممكن ما اقولش كلمه ايه was waving. تمام. على اساس طبعا بالنسبه لنا ان كل واحد بيلوح او بيشير بايده مختلف عن الثاني. تمام. بيعمل الاكشن بنفسه differently. Yes. طيب شفنا كمان امثله على كده, بيقول ذا هوم تيم از ويننج ذا ماتش, الفريق بيفوز. قلنا طبعا بما ان الفوز يعني للفريق كيونت يعني, فقلنا كلمه از, ما قلناش كلمه ويننج ذا ماتش. او ذا تيم ار ترافلينج تونايت تو ذير نيكست ماتش, ار ترافلينج كسفر individually. تمام. عندنا كمان ذا مليونز او مليون باوندز از ا لوت اوف ماني, 50 liters of petrol fills my car, 5 kilometers is a long way to walk, 2 hours is a long time to wait,
50 degrees. طبعا يا مس ايمان ده جزء مهم جدا لكن unfortunately we're not enough time. هنكمل الجزء ده مره ثانيه اكيد لان جزء مهم جدا جدا جدا. وطبعا شاكرين لتواجدك وشغلك معانا. وكمان thanks to all the people behind the camera. ودي ستنس انتلو ميت اجين جود لك اند جود باي.